لا أنا أحكي لكم بقى كم وحدة العبودية حتى تفهموا معنى العبودية. صلى الله عليك يا رسول الله. الحقيقة أن العبودية أمر فيه حلاوة، فيه لذة، فيه طرب، ولكن العبودية ملك. أنت عبد لمن أنت في أسره، من أسرك أنت عبد له، أنت عبد لمن أنت في أسره، ديناراً كان أو درهماً أو امرأة أو رجلاً. مين اللي آسرك بحبه؟ مين اللي آسرك بخدمته؟ مين اللي آسرك بالشغل؟ فأنت وراه. عبد الدرهم عم تركض وراء المال، أنت عبد المال، أنت عبد الليرة، وأنت عبد الدينار، وأنت عبد الدولار، وهذا عبد المرأة. فكل واحد مايل إله وآخذ منك أوقاتك وتفكيرك، أنت عبد إله. أنت عبد من أنت في أسره. فهل أنت مأسور لعبد أم لمال؟ فإن كنت مأسورا لمال أو لعبد فاسمع قول الحبيب الأعظم: تعس عبد الدرهم. تعس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، خميصة الثياب، عبد الأواعي، إذا ما لبس أواعي ما بشوف حاله، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك يعني إذا أصابته شوكة ما بشف المنقاش، المنقاش يعني الملقط، ما بيلاقي ملقط يرفع الشوكة، كمعنى يعني إذا ابتلي ببلاء الله لا يرفع البلاء عنه. تعس عبد الدرهم، فشوف حالك أنت عبد القرش ولا عبد الدولار ولا عبد المظهر ولا عبد الخروق ولا عبد الشهوة. فأنت عبد من أنت أسير له. المؤمن لا يستأسر لغير الله، أسير لله وحده. بتحب الشيخ ممكن تقول: أخي والله أنا بحب الشيخ، ما أحببت الشيخ لسواد عيونه ولا أحببت الشيخ لمظهره، أحببت الشيخ لأنه يدلك على الله، لأنه يذكرك بالله، يوجهك إلى الله، فحبك له تقرب إلى الله وليس تعلق بالشيخ. الشيخ يا ابني ما هو إلا دليل يدلك على الله، فهو مقرب إلى الله وليس هو الذي يأخذك عن الله، ما ببعدك عن الله. أما الدرهم ببعدك عن الله، الدينار ببعدك عن الله، الأواعي ببعدوك عن الله، أما المؤمن هو الذي يقربك إلى الله. فأنت عبد من أنت في أسره، دينارا كان أو درهما أو امرأة أو رجلا أو وظيفة أو أي شيء في الحياة.